السلام عليكم اخوان واخوات، مرحبا بكم معنا من سوق الجمعة ديال القيصر. اليوم 21/1/2022 تبارك الله ما شاء الله. نعجات السرديات والدات زينات الله يبارك. تبارك الله. منين اخويا المرقد ديال ولاد زيان؟ ولاد زيان. السن كي دايرين؟ كلهم والدات؟ كلهم والدات، عندهم 4 خرفان و 5 الحوليات. 4 خرفان رباعيه وسداسيه. رباعيه وسداسيه. باقي عندكم شي سلعه في الدار ولا هادشي اللي كاين؟ باقي. مازال تخلينا من التليفون اللي بغى شي حاجه تعطينا بعدا عاطينك الثمن و عاطينا 28 جمله 28400 درهم جمله. غادي نخلي لكم الرقم التليفون ديال هاد السيد هذا، باقي عنده سلعه تما في ولاد زيان، اللي بغى شي حاجه يعيط ليه يمشي يتقضى عليه. 06 68 88 79 77 99 والسميه خالد في ولاد زيان، اللي بغى شي سلعه بحال هاد الشكل يعيط ليه. تبارك الله. ثمانية وعشرين ألف وأربعمية درهم. لا بغا نصور نصوره هو. كي داير السوق تاع النعجة هنا؟ أخويا السوق باغي الماء. الله يرحم فينا. اللهم امين. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، مرحبا بك. الشتا صافي. فاضيين محنات النعجة، عاد شي غلب. تمحنا. والله وحده وشايبه السومة ديالها. امشي مسكين، عطينا هذه السومة ديالها، هذه هي وحده. والله يلا حسن قول لي شحال كي داير السنة وش الثمن هذا؟ ترى كلهم عاطينا سمو، كاين اللي عاطينا 44، كاين اللي عاطينا 40، كاين اللي عاطينا 70 بهذيك وهذيك وهذه عاطينا 70 وهذيك انت هما عاطينا 70. اه وهذوك السرديات ملاحات؟ هذيك السرديات ملاحات وحده عاطينا خويا مع 42 ولا مع 43 ولا ما نكذب عليك. ولد خروف اييه. وهذه باقي ما عاطيناش. السن صغارات؟ اه السن صغارات. السن صغارات. تبارك الله ما شاء الله. الله يرضي عليك. فر سداسي. تبارك الله. رباعيه. تبارك الله. عندهم السلعة تبارك الله ما شاء الله زينة. شوف الصارة ناوة زوينة. تبارك الله. الله يسهل عليكم الدراري. الله يجيب تيسير يجيب تيسير. تبارك الله ما شاء الله إخوان. اللهم بارك وزيد في دير خيرات في سوق قيصر. واخا النعجة قليلة في السوق ماشي كما كانت في من قبل، ولكن كاين المعنى الله يبارك. نخليو الرقم التليفون تاع الدراري لعل وعسى. هذه بنت تخلي لهم رقم التليفون الا بغى شي واحد شي نعجه يعيط لك ولا شي حاجه. اه نعطيهم 06 67 80 46 85. وفين كاين انت؟ انا هنا تحت قيصر في ولاد الزقه. ولاد الزقه. اه بسرعه. الله يسهل عليهم. تبارك الله ما شاء الله. الله يبارك. تبارك كي دايرين في السنة؟ والدين خرفاني خرفان بجوج. والدين خرفان بجوج. سنينات كي دايرين في السنة؟ سداسية جايبة جموع. واش عاطيني بالثمن؟ عطاونا 90,000. 90؟ اه يعني 45 في الوحدة. اييه.
وكي داير سوقنا في قيصر؟ سوق المليح فيه الثمن، الحطب ما داير والو. المليح فيه الثمن والحطب ما داير والو. ما داير والو، هذه هي الخلاصة من عند الصحراوي. ما الصحراوي، ما كان الصحراوي. نصورك بلا نصورك. مليحات. هو هذا الصحراوي. النعجة زوينة. تبارك الله ما شاء الله. النعجات السعوديات زوينات ما نعاودوش هذا. مليح مليح. الله يسخر. لا ما نديرو العالم نديرو المليح. ياك تاخذ المليح. الله يسهل عليك يا الصحراوي، الله يسهل عليك. اللهم بارك، الله يسخر لك. ها والله يجعل البركة كما قال لي الصديق حميد. احنا عنده دابا عنده هاد السليعة جوج نعيجات سداسيات بجوجات ولدات حولية أخرف. سداسيات جوجات ولدات حولية أخرف سرديات راهم باينين. الثمن أخي حميد الثمن أخويا كنطلب 62 62 يعني 31 في الوحدة. وفين واصلين معاكم؟ واصلين معايا 56 56 باقي شوية واحد 300 درهم. وبالنسبة للماكلة وهاد الشيء الله يدير فرج من عندهم. بالنسبة للماكلة تاع النعجة صعيبة إخوان دابا في هذا الوقت، ما حدش الشبقة ما صباش مزيان والربيع كي داير الدنيا عندكم شوية خضورية شوية راه الوقت باقا صابرة باقا صابرة الوقت باقا صابرة ولكن شي مناطق ولا حطب أنا شو ولا حطب أخي حامد والله يسهل عليك أخوي حميد والله يرحمنا إخوان الله يرحمنا بنادم يستغفر ربي ويذكر الله قلة الاستغفار وقلة الإيمانية ما نعاودوش هضرة أخي حميد هذا الشيء اللي قلتي ولكن قلة الإيمان وقلة الاستغفار والله يسخر خويا حامد الله جبتي سي الله تبارك الله ما شاء الله شحال من وحده والده كلهم والدات هذا خويا ثلاثه والدات ثلاثه والدات هي ثلاثه والدات زوجات دار زوج دارين خمسه زيد سن كبارات شويه في السن كبارات جامعات الثمن اش عاطيني مليون الثمن اخويا 14000 اللي عاطيني 700 درهم كيما سمعتوا 700 درهم انتم اش كطلبوا فيهم؟ كطلبوا فيهم 16 كطلبوا 16 كيطلب 800 درهم اخوان فيهم وتحيه للمتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن تحيه لخويا محمد شامو تلاقيت معاه دابا في السوق تاع قيصر الله يعمر دار واحد حتى هو من بين الناس لي يوميا كومونتير يوميا تعليق الله يسهل عليه الله يسهل عليه والله يسهل على كل شيء المتتبعين ديالنا كاع اللي كيخلي كومونتير كنعقل عليه قال لي محمد شامو مباشر عرفته الله معاه دار الطريق جاي من دمنات اخوان وتحيه للناس دمنات وتحيه للمغاربه كاملين من طنجه للقويره تحيه للجاليه المغربيه تحيه لكل واحد كيتبعنا تحيه لكل واحد كيخلنا جام الله يحفظكم الخوت نهاركم مبروك الله يعاونكم تبارك الله خريفات سرديين زوينين حواله ولا حوليات؟ ربعة حوليات وخروف ربعة حوليات وخروف كان والدو رايح باش قلت يا بني تبارك الله نعجات كدير نسمو مواتم مواتم عرفتم سن 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 سبحانك الله ما شاء الله والله سيتعقد كل شيء ثمان اخويا اش عاطي؟ 30 اما القد ديالها ما من قيصر سيدي حجاج بلاد مراح 30 اللي عاطيهم الله يسخر يلا اخوت تبارك الله عليكم ونتمنوا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم اللي شافوا يخلي واحد لايك اللي شافوا اللي مازال ما دخلش عندنا القناه يدخل يتابعونا معنا مرحبا والف مرحبا الغني يحيي الجميع يتمنى لكم خير صادقا الله يسخر لهاد الناس تبارك الله النعجات زوينات ولدات حولية اخروف كدير في السن 6 والاخرى هذه بتعلى جيالك 16 كدير هذا الاخرى قول جامع جامع 29 16 ايه عندك تمشي عندك تمشي وخالد مشات رايه كتسنى
29450 درهم وهذيك 800 درهم. تبارك الله، الله يسخر، الله يسخر.